الله هدف غريب الضمك ما والله بونو كي طالع يعني توقعنا انها برا. بارك الله على حارسنا من كل عين ومن كل حاسد طبيعي. اللهم لا حسد على بونو. مكاننا انا وابو احمد بعيدا عن الناس حالنا لكن حالنا ما نبي من حاشين مره. شوف كيف ليش كذا تبي ترتاح خلاص انت هو بارد ايه برد اليوم ايه. يا الله يا رب توفيق. والله الحضور صراحة كان ودي يعني انه افضل من كذا. اول مرة في الدوري عندنا في الرياض يعني بس ما ادري اذا تسمعوني ولا لا. على العموم بالتوفيق. الان شفت ارضية الملعب اقدر اعطيكم توقعاتي وانا ان شاء الله اني متاكد منها. اعزائي الحضور توقعاتي مباراه اليوم ان شاء الله راح تكون 3-1 او 3-0 للهلال. اوكي ما شاء الله تبارك الله على حارسنا من كل عين ومن كل حاسد. ما شاء الله تبارك الله على حارسنا. اللهم لا حسد اللهم لا حسد. مستحيل نفسنا طبيعي. اللهم لا حسد على بونو. 44 بسميه. قل ما شاء الله. ما شاء الله. ايه يا اخوي يا تك تحسدنا انت بعد. بسم الله ما شاء الله. لاهي هدف غريب الضمك. ما ادري حتى لدرجة انه ما ندري انه هدف. والله بونو كي طالع يعني توقعنا انها برا. تاكل لزي صح. صفر الجرس يلا على بصدك. كيف قسما بالله حتى بوني حسبها برا. انا حسبها برا والله. هدف غريب بنزله لكم. لا حول ولا قوه الا بالله. هدف ثاني لضمك. ما ادري وش اللي صاير. انت مع الثاني الموضوع دقائق لقمنا هدفين. يلا يا سالم يلا. والله حرام مستوى الهلال مره 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 غريب. اغلاط وكوارث. القحطان اليوم سيء. شوف الهدف جاني اشعار. هدف جد. شوف ما جاك اشعار والله. شوف الاشعار بس. شوف جوالك وش البرنامج اللي عندك. برنامج بيفور شوت. يلا عاد العبوا. ماني مقفل سناب لين تشوفون الهدف. يا الله يا رب. البرنامج هذا خطير ترى. البرنامج ذا يعني بفلوس انا مشتريه. جول بيفور يشوت. شوف شيك لي. الله يحذف ام البرنامج. يلا ما له يا لودي الحين. أتمنى من أي أحد هلالي عاقل
يرد علي سم يلا يرد علي بس يعلمني الإجابة لأن السؤال جدا مهم. ثواني السؤال الحين، أنت تلعب الحمدان 10 وراء المهاجم وعندك الجوهرة مصعب الجوير في الاحتياط، ليش؟ تلقى 60 لما تلقم طلع عبد الله الحمدان تلعب مصعب. مصعب المفروض أساسي، المفروض حتى تلعب لو تلعب ضد أقوى فريق، لو تلعب ريال مدريد تلعب مصعب، يعني مصعب عنده إمكانيات كبيرة، مصعب لاعب مستقبل، لاعب واضح إنه عنده الكثير يقدمه للهلال. حمدان وش أنا أستفيد منه يا أخي؟ لعب صنع هدفين بالصفة، لا حول ولا قوة إلا بالله، المباراة تعدي على خير هذه. لكن شوفوا كيف الحين مصعب بيرد على كلامي، بيلجم جيسوس وراح يقدم شيء في العشرين دقيقة هذه اللي راح يلعبها بس. كبير أقسم بالله مظلوم في الهلال، ما أخذ فرصته، ما أدري مدربين ما يبونه، ما أدري ليش. يا شيء لا حتى في الهلال تسلل وبكاء، وش تبي؟ والله بصايد انا شو ما فيها شيء لا ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء والله ما فيها شيء شكرا يا مترو ايش اوفسايد لا والله اما بالمية مصور اللقطه وقبل ما اشوف الفار شايفه بجوالي ما فيها اي تسلل واضحه وضوح الشمس لا خير مستحيل مستحيل اوفسايد صح مستحيل ما هو ممكن ايه شكله بيرجع الفار هدف مو مقتنع مو مقتنع هو هدف والله مو بتسلل يا مسلم لا ذخيرتي والله ذخيرتي انا نبي حل الدوري ولا معروف ها كل شيء رايح من اللي بيوقف الهلال ما شاء الله تبارك الله بسم الله على فريقنا واخر مره تحضر معي وجنا احسنت حادث اليوم الحمد لله سلامته ودوام وجاي الرياض